السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ بخير. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في اتم الصحه والعافيه. خبر عاجل، هناك مشكل بين اداره تشيلسي والمدرب المنتخب المغربي هالي لوزيتش بسبب حكيم زياش. وكما قلت لكم في فيديو سابق انفردنا به، هو ان اداره تشيلسي راسلوا الجامع الملكي لكره القدم وقالوا لهم من الاحسن حكيم زياش يلعب مباراه واحده فقط اللي هي موريتانيا ويرجع الى انجلترا. اما اذا لعب مباراه ثانيه اللي هي بوروندي فحكيم زياش ما غاديش يشارك في مباراه بورتو في دوري ابطال اوروبا. لماذا؟ لانه غادي يرجع متاخر الى انجلترا زائد 7 ايام ديال الحجر الصحي، يعني ما غاديش يكون عنده الوقت الكافي باش يتدرب مع المجموعه. وهذا الشيء كامل ما عجبش خالو لوزيتش، بحيث استشاط غضبا بعدما علم برغبه فريق البلوز في عوده النجم المغربي حكيم زياش الى لندن مباشره بعد خوضه مباراه المنتخب المغربي امام نظيره الموريتاني دون ان يتواجد في مباراه الجوله السادسه من تصفيات الكان التي يواجه فيها المغرب منافسه منتخب بوروندي الثلاثاء المقبل. ومدرب هالي لوزيتش ماشي غير استشاط غضبا، او بالعاميه ديالنا ماشي غير طلع عليه الدم فقط، بل انه ايضا يلح كثيرا على تواجد زياش في المباراه الثانيه مادام تواجده قانوني مع منتخب بلاده والفيفا تسمح له في الوقت الحالي بذلك. وهذا المعطى خلى خالي لوزيتش يبقى متشبت ببقاء حكيم زياش. وحتى هذه اللحظه اللي كندير فيها حاليا الفيديو لم يمنح خالي لوزيتش الضوء الاخضر للاعب حكيم زياش كي يغادر موريتانيا نحو انجلترا مباشره بعد نهايه المباراه، وفي انتظار القرار الحاسم الذي سيتخذه هالي لوزيتش سواء بالابقاء على اللاعب مع المجموعه المغربيه او السماح له بالمغادره. الخلاصه، كون كنت مكان هالي لوزيتش غادي نعتمد في المباراه الاخيره على اللاعبين الاحتياطيين، لان هذه هي الفرصه فين توقف على الجاهزيه ديالهم، خصوصا ما غاديش يلعبوا مع السنغال او الكوت ديفوار او غانا، فقط هي مباراه مع منتخب متواضع اللي هو بوروندي اللي يمكن لينا نفوزوا على هذا المنتخب غير المحليين. ويا هالي لوزيتش لا ما عطيناش الفرصه للاعبين الاحتياطيين في هذه المباراه هذه، وقتاش غادي نعطيهم الفرصه؟ المهم هذه كتبقى وجهه نظري الخاصه، وحتى نتوما كنسال الاراء ديالكم في هذا الموضوع في قسم التعليقات. كيف العاده كان معكم اسلام، نخليكم في امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله، ومع السلامه.